صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 92 لسنة 2023 بتعيين رئيس لجهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين الشيخ العيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيسا لجهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة.